نازل خرج من السجن وزر البلد النهارده. وهو فين؟ نزل عند اسماعيل ابن خالد. حميد عايزاك. انا ليه بقى مستغنى عن عمري؟ ايوه جاي. انا بدي اروح المطحن. طب ما تروح، وايه اللي حايشك؟ جاسر. اشمعنى؟ هيصحش اخرج واسيبه في البيت. روح صح وخده معاك. مش احسن برضو؟ ايوه احسن، اصل انا هفية. الله 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 الله، انت زعلت يا نرجس؟ واخدني من الشارع، خايف عليا. لا انا ما اقصدش. امال ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ خلاص ما بقولش، اديني ماشي. عنده حق، انا جسمي حمدان. تعال اغسل وشك. اسماعيل حكى لي عنك كتير. بالخير ان شاء الله. بيقول انك شاق. اسماعيل طول عمره هادي، وكان بيعتبر عمالي شقاوه. هو انت بتعتبرها ايه؟ فتولد شباب، لو ليا ولا عيل يشغلنا نعمل ايه؟ قادر نخش السجن برجليه. وحياتك مرة واحدة وبعد كده اتنصحت. وبرضو ناوي تتشقى. على خفيف. هروح احضر لك الفطار. تسلم ايديكي. السلام عليكم يا رش علان. اهلا جاسر، ازيك يا راجل؟ كفاره، ازاي احوالك؟ الحمد لله. اتفضل اقعد. انا جاي لك وانا عشمان، عايز اشتغل. قدام شويه يا جاسر. ايه الحكمه في كده؟ تكون نفضت عنا غبار السجن. غبار ايه؟ ان كان في السجن في غبار، هنا في رمل وحجاره. انت اصلك مش فاهمني. هنا في برضو اخوان ليك فاهمين حكايتك غلط. طب ما تفهمهم الصح. او ده بقى الغبار اللي بتكلم عنه.
متأكدين انك انت قتلت زميل ليهم. الحكاية ما كانتش فيها اكل. انا فاهم الحكاية كويس. طيب امهلني اسبوع كمان. امرك. مع السلامة يا جاسر. مش هو ده اللي قتل متولي؟ ما قتلوش ولا حاجة. واحنا يعني هنفهم اكتر من النيابة. يا راجل ابعد عن الشر وغنيله. انت ناقص قتل ولا ما قتلش؟ اهو خليك سجون وخلاص. نعمير استكل. ايه الاخبار؟ الواد المرش ده بتاعنا باحث اللي اسمه بندق. انت عارف الاوتيل مكلح جاء النهارده ومعاه شلته لعب بتسعه ونص مشاريب ومشي من غير ما يدفع الحساب. ايه الاخبار؟ عمدة ميت حنفية جاء النهارده ثلاث مرات وسأل عليكي وقال انه راجع تاني وده باين انه عايزك ضروري قوي. ايه الاخبار؟ سمعتي اخر نكته؟ انما نكته انتيكه قوي. بيقول لي كم مره في واحد قاعد على قهوه. ايه الاخبار؟ جاسر راح قابل شعلان في المحضر. واشتغل؟ لسه. امال ما جاش ليه؟ انت فاهمه انه بقى جاسر بتاع زمان يا استحميده. ده بقى رد سجون وانت بقيتي اخر حلاوه. ابدع رجاله بتركع عند رجليكي. عايزين يعيشوكي في جنه تقوم تسيب انت الجنه وتخش النار. ده مش نار يا فلاوكه، ده البريد. ما تحملش هم، هو ما فيش غير شعلان. هو اللي محتاج لي اكتر. من يوم ما سبت المحجر ما لقاش بريمو زيي. امال ايه اللي مضايقك؟ خايف لا اتقل عليكم. لا لازم المنامه مش عاجباك. لكن وشرف ابويا يا جاسر، لو عندي مطرح كمان لفرشولك حصير سباعي. هو معقول هتعز عنه ايها شيء؟ انا رقبت الجاسر. تعيش يا سمعه. اعمل لكم شاي؟ مفيش لزوم. مسا بالخير. وانت من اهلك. شوف يا جاسر يا اخويا، لو كان لك نصيب في لقمه هتجيلك لحد عندك وتاكلها. تصبح على خير. وانت من اهلك. انا رايحه السوق بكره. ما كنت هناك الثلاث اللي فات يا نرجس. وايه يعني؟ والثلاث اللي قبله. وايه اللي جرى؟ ما كل النسوان بتروح السوق. واللي قبله واللي قبله برضه. بيدي انت هتعدهم عليا ولا يعني يمكن بروح اتمسخر؟ هو انا قلت كده برضه يا نرجس؟ ولا عايزنا نتكل عليه؟ علشان نبات احنا الثلاثه من غير عشاء. وضح حسك بلاش فضايح. يو بيدي اوعى عمار، عايزه انام. انت بتزعلي يا كده ليه يا نرجس؟ ابعد عني. طب والنبي تديني وشك يا نرجس. لا حنين. دهدي. يا كتاكيت يا ملاك. نزليني والنبي يا خال. على عيني يا حبيبتي. شيلي تاني شيء. يلا. صباح الخير يا عم خميس. عايزك تخطفي رجلك لحد عازر بسطاويص يبقاش كاتب الشغل. ليه؟ عاوز كتاكيت؟ ايوه. جدع كويس وكثيف. طريقه فين ده؟ تعالى وصلي. طب شيل. على ما حسن. الحمد لله. وحشني والله يا جاسر. ما تشوفيش وحش. انا دريت انك خرجت من السجن، قلت انك هتسال عني، لكن الظهر ما بتسهرش زي زمان. صح. بتبيت عند اسماعيل. امال بيت عند الغرب. وانا غريبه عنك يا جاسر، ده انا كنت بعد الايام. تعالى معايا. انا راح سوق. ما انا عارف ومش عاوزك تروح.
ودخلك انت ايه؟ اروح ولا ما اروحش؟ مالكش مصلحه هناك، لا هتشتري ولا هتبيع. روحي لحالك. رايح وراها يا جاسر. لو عرفت نرجس بتروح فين هتدخل السجن من تاني، وانا مش عاوزك تتحبس. اول مره كنت انا السبب، كفايه. خليك مع اللي كان السبب ومالكش دعوه بنرجس. لم لسانك وبعدي عن سكتي. سكه الندامه يا جاسر، بكره هتشوف وتقول حميده قالت. صباح الخير يا حاج. يسعد صباحك يا اخويا. ما تعرفيش نرجس الاقيها فين؟ نرجس بتاعت الكتاكيت؟ ايوه ايوه. اسال عليها بتاعت الجبنه، هي بتقعد هناك. متشكر قوي. قولي لي يا خاله. نعمين يا اخويا. نرجس ما جاتش النهارده؟ جات ومشي. راحت فين؟ هي كده ملهاش مطرح، تبقى جنبي وبص الاقيها دابت زي الملح في الماء. نرجس مش كده؟ مستوية بطارة. تعالي تعالي. أعمل إيه؟ أبويا مات من هنا، لقيت الفلوس معايا زي الرز. قلت أتجوز بحراوية أمتع نفسي، ويوم ورا يوم صرفت اللي حيلتي. انت ما انتش غريب يا جاسر يا اخويا، انا النهارده ما حلتيش ولا 20 خردة. لكن بيني وبينك بقى، البت نرجس دي طلعت اصيله قوي. رايح السوق جاي من السوق زي المكوك، مش مخلياني محتاج لاي حاجه ابدا. تربي كتاكيت، تبيع بيض، جبنه، زبده، لبن، اهو اللي بتقدر عليه بتعمله عشان تساعدني. اي والله. يا سلام، بنت حلال صحيحة والله. جبنا سيرة القط جه ينط. عواف. زي الحال النهارده يا نرجس؟ جبرت. حلاوتك ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ احنا لينا بركة بس جاسر. جالك كلامي؟ روح يا شيخة، ربنا يخلي لنا كتاكيتك. انت مش هتتعشى معانا؟ لا. امال انا جايبه اللحمه لمين؟ ماليش نفس. اشطف اللحمه وحطها في الحله على المخرط بصلتين. عينيا. علي، هو انا صحيتك؟ انا صحي. طب ما تشخطش، واهل صحاك من بس. انا ما نمتش طول الليل.
واهلي منيماتش. امبارح رحت السوق وسالت عليكي، قالوا انك انت زي الملح، يا دوب تظهر يا دوب تدوب. بتدوبي فين يا نرجس؟ ما انا قدامك اهو، شايفني دايبه ولا شايفني دايب؟ انت تدوبي في البلد بحالها. عين الحسود فيها قوي. ان شاء الله عدم عينيا. بعد الشر علي. انا اول ما شفتك قلبي طب وخفت على نفسي. لا تتحبس تاني. لا يا اخوي، انا حاجه وحميده حاجه. انت كل حاجه وحميده ولا حاجه. يوه اختي شمار نرجس. يوه تعالى لم معايا الفراخ. وده وقت فراخ. هش 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 اشتغل وبيكسب، ايه لزوم قعدته معانا؟ ما بتقول لنا ليه؟ يكونش ابن عمتي ومش دريانه. شوف لك صرفه معاه. ما تقول اقوله اطرده وهو مش لازم يحس. اي اخوي، من ورايا يبقى لسانك دراعين، ومن قدامه تبقى زي القطه الكمشانه. اوجي يا اهل الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ليه ده كله يا جاسر؟ والله ما كان له لزوم. فضل خيركم. يا راجل ما تقولش كده، ده احنا اهل. لكن انت مش قلت لي كنت رايح تتونس مع نجيب؟ كنت اتونس الليله دي مع نرجس. كده؟ طبعا يا زنكم. رايح فين؟ لا ما انا كنت جايب شويه الفاكهه دي ورايح اسهر مع اسماعيل. لقيته عاوز ينام بدري، هروح انا اشم شويه هوا. عن اذنكم. هو تمسوا اني بره وتقفلوا الباب. يبقى لازم بقى رايح لحميده. يمكن انا والهوا. مرحبا. ماشي ترابيزه بريمو
نور. مزاج يا رئيس جاسر. انا ما طلبتش حاجه. على حساب السيف. خد يا ضخمة والله. انا لما احب اشرب مزاج اشربه بمزاجي. كفايه انه عاجب الناس كلها. المهم اني يعجبك انت. انت دايما بتنسي انك بتاعت الكل. لازم نرجس مزعلك يا روح قلبي. انت هتبطلي يا بت ولا هطلع علشانك. انت كده غاوي عكنانه. تطلع ايه حته البحراويه دي اللي مدوخك وراها زي الفرخه الدايخه. هو انا ناقصك؟ انا جاي هنا اروق دماغي مش هتعجبني. لازم رايح السوق. تمام. امال كنت جاي ليه؟ كنت مستنيه لما يفتح.